اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم في حلقه جديده من برنامج سوبر تشايلد. سوبر تشايلد اكتشاف مواهب الاطفال. طبعا راجع لكم بمواهب جديده واطفال جديده. احب اوجه رساله لكل اب وكل ام، انتم اللي هتقدروا تكتشفوا مواهب اطفالكم، لان انتم اللي قاعدين معاهم طول الوقت في البيت. اي حد فينا بيقدر يلاحظ طفله، بيشوف هو ايه اكتر حاجه ظاهره فيه. هل هو بيحب يقلد، بيحب يغني، بيحب يمثل، بيحب يرسم، بيحب نوع من الرياضة معينة. ياريت احنا اللي نقدر ننمي الموهبة دي، واحنا اللي بنقدر نكتشفها. واي طفل حابب يشارك معنا في البرنامج ويظهر موهبته بيتواصل معنا من خلال الارقام الموجودة قدامكم على الشاشة. احب كمان اقول لكم ان تنمية موهبة الطفل بتساعده في حاجات كتير قوي، بتساعده انه تحسسه ان هو حقق جزء من حلمه وثقته في نفسه، بتديله حافز ان هو يوصل للهدف اللي هو عايزه. يا رب كلنا نكتشف الموهبة ونهتم بالنقطة دي ونركز عليها قوي. وجايين بأطفالنا النهاردة، نروح نتفرج على الفيديو بتاعهم ونرجع لكم. ورجعنا لكم تاني مع اطفالنا. اول طفله معانا، اسمك؟ هايدي انور. هايدي انور، كم سنه يا هايدي؟ 15 سنه. 15. موهبتك ايه؟ مرسم. بترسمي؟ انا شايفاكي بترسمي في الفيديو متمكنه يعني. ربنا يخليك. برافو عليكي. متدربه على الرسمه دي بقالك كتير؟ يعني مش قوي. يعني بتاخدي فيها قد ايه مثلا؟ لا باخد فيها كتير، عشان على حسب المجهود اللي فيها والرسالة عايزة اطلعها فيها يعني. تمام. انتي اصلا بتتدربي بره في ورشة او في حاجة؟ هي موهبة عندي من وانا صغيرة، حاولت ادرسها واطورها، وساعدني في كده استاذ محمد عصام، شكرا جدا. وهكمل فيها يعني ان شاء الله باذن الله. يا رب بالنجاح والتوفيق. ربنا يخليك. اوريكي الصورة في الفيديو. اتفضلي. واو، جميلة جدا. دي خدت منك قد ايه؟ يعني يومين مثلا، خدتها نصها في الورشه. تمام. وكملتها. برافو عليكي، اتمنى لك النجاح يا رب. الله يخليك. اسمك ايه؟ تاليا. اسمك تاليا؟ كم سنه يا تاليا؟ 14. 14. انت اللي عامله الشول الهندي صح؟ حلو قوي اللبس الهندي ده، جايباه منين؟ لا انا بشتريه من محلات الهندي. بتشتريه؟ تمام. انتي بقى بتحبي الهندي صح كده؟ متابعاه؟ بتتفرجي على مسلسلات ولا على الاغاني بتاعته ولا ايه؟ مسلسلات هي فيها اغاني. يعني بيبقى مسلسلات بيبقى فيها حفلات. انتي بتحبيهم عموما؟ بتحبي تقلديهم بقى وتتمرني مع نفسك كده ولا انتي حد معلمك؟ لا انا بتمرن مع نفسي وانا بحفظ مع نفسي. برافو عليكي. وكنتي حافظه العرض ده مع نفسك؟ وانتي اللي صممتي اللبس واشتريتيه؟ برافو عليكي، شاطرة. تعرفي تتكلمي؟ تعرفي تقولي أي حاجة بالهندي؟ هقول لك يعني بالهندي. ميري ناندل يا هي وهوت شكري. ده إيه بقى معناهم؟ أشكرك كثيرا البرنامج، وأنا اسمي داليا بالهندي. برافو عليكي. طيب هنستقبل بس تليفون. ماشي. ألو؟ ألو، مساء الخير. مساء النور. مدام حنان معايا صح؟ ايوه. انا حابه بس يعني اوفر عن بجد اعجابي بفكره البرنامج جدا. ميرسي. قد ايه مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من مواهب الاطفال، اولادنا وقرايبنا واولاد صحابنا. حابه جدا اللي انتوا بتعملوه في البرنامج بجد. ميرسي. وعندي ابن اختي، حابه ان شاء الله ان انا اشترك بيه برضه في البرنامج معاكم. ينور. وبجد بشكرك يا استاذه حنان على البرنامج الجميل. ربنا يخليك. والاطفال الحلوين دول، سواء اللي بيرقصوا ولا اللي بيعزفوا ولا اللي بيمثلوا، بجد حاجه جميله ما شاء الله. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. نورونا في البرنامج، واي طفل حابب يشارك معانا يتواصل معانا من خلال الارقام. اسمك ايه؟ إيرين أحمد السيد سليمان. يا خلاص إيرين، أنتي اللي عاملة إيه؟ شكرا يا أمي. الله، كان جميل قوي. أنتي عاملاها لمامي؟ تحبي مامي قد إيه بقى؟
قد كل حاجة. قد كل حاجة، انت سكر. وكنت حافظة الأغنية بقى وانت بتعمليها؟ حافظ. مين اللي حفظها لك؟ أنا عارفاها لوحدي. انت عارفاها لوحدك، كنت بتشوفيها وبتتفرجي عليها؟ لا. امال ايه؟ هي مش بتيجي في التلفزيون. اه انا عرفت اغنيها. انت كنت بتطلعيها وتشوفيها صح؟ بس انا بابايا ما جابليش تليفون. ليه كده؟ لا لازم نقول له بقى ان انت شاطره ويجيب لك تليفون صح؟ برافو عليك يا إيلين. اسمك ايه؟ إيلين. لا انت خلاص احنا عرفنا إيلين. لجينا انور. لجينا انور، انت اللي عامله العرض يا لوجي؟ اه امي نور بيتنا. امي نور بيتنا، جميل جدا، والدريس لونه حلو قوي، وشايفاكي بتعمليها من قلبك. اه عشان بحب مامتي. برافو. وهي اللي كمان هي ساعدتني ان انا ادي، هي اللي تبعت السوشيال ميديا عشان تدربني انا وهايدي. تمام، بقدم لها شكر كبير جدا. هي اللي بتساعدك ان انت تادي الحاجه اللي انت نفسك فيها. اه هي اللي بتدربني. هو ده اللي انا كنت لسه بقوله في اول البرنامج، ان مامي وبابي في البيت هما اكتر ناس بيكتشفوا الموهبه معانا. صح؟ صح. هما اللي بيقدروا يشوفوا احنا بنعرف نمثل او بنعرف نغني او ايه اكتر حاجه احنا بنحبها. فهي لما اكتشفت فيكي ده ساعدتك على كده. اه هي اللي تابعت السوشيال ميديا وحاولت تقدم لي في كذا حاجه. ميرسي، نشكرها كتير مامي. ويا رب بالنجاح يا رب. اسمك ايه؟ هدى بكري. هدى بكري. بتعزفي يا هدى صح؟ اه انا اللي عزفت بيتهوفن. انت بتعزفي ايه؟ انا بعزف على الاورجن اصلا، من ساعتين كنت بعزف على الجيتار، كنت بتدرب بس. تمام. بس الجيتار بتاعي باظ. اه فبدات اعزف على البيانو بتاع اخويا، وقفت مده وبعد كده. يعني انت عندك فكره برضو عن الجيتار؟ اه. تمام. وبعد كده انا لما رجعت البيانو الاورج حسيت ان انا برضو عارفه اعزف عليه سمعي وكده، فكملت فيه وفتره قليله. حبيتي انهي اكتر بقى؟ هما الاثنين. انا حبيت الجيتار اكتر عشان ده بتدرب عليه بقالي مده طويله قوي. تمام. بس الاورج حسيت ان انا ايدي جايه فيه اكتر. اه كان اسهل لك؟ اه. وحفظتي عليه حاجات كتير ولا دي اول حاجه لسه؟ كنت في الاول حفظت اغنيه لام كلثوم، وبعد كده حاولت احفظ اغنيه لعمرو دياب بس ما حفظتهاش كلها، بتاعت وماله. وحفظت بتاعت مون لايت سنده بتاعت بيتهوفن. تمام. وحفظت كمان دونت بيليف ان، حفظت حاجات كتير قوي لبيتهوفن، انا بحبه عشان هو بحس ان هو بيديني الهام. تمام. بحب قصته يعني. هو هل هي دي موهبتك طول الوقت يا هدى؟ يعني لا، طول ما انت قاعده بتتمرني على كده بس، ولا انا كمان جرافيك ديزاينر، بعمل ديزاين عملت ديزاين لشركه قبل كده. برافو. وبنزل لوجوز وحاجات كده، ومامتي دخلتني كورس جرافيك وموشن، وانا يعني وكذا مره عملت حاجات لكذا حد، وخدت شهاده من المركز الروسي. برافو عليك. وعملت لمدرستي اللوجو بتاع، عملت لمدرستي اللوجو بتاعها الجديد، وهي نزلته على البيج بتاعتها، وعملت اعلان لنايل تي في. بس هم بعد ما خدوهوش، انا بعته نزلوا ستوري بس. تمام. انتي بتتمرني في حتة؟ أو في المركز الروسي. في المركز الروسي. بالنجاح يا هدى، انا شايفاكي ما شاء الله يعني طموحك كبيرة ونفسك توصلي وتحققي الحاجة اللي انتي عايزاها. طيب نرجع نسأل بقى كده هايدي تاني، استأذنك. نفسك تطلعي ايه هايدي؟ يعني انا عندي فكرة ان انتي بتمثلي واشتركتي معنا فعلا اوريدي في التمثيل، واشتركتي في موهبه الرسم. انتي نفسك في ايه فيهم؟ يعني نفسك توصلي لايه لما تكبري؟ بصي انا كمان بصمم فستان، فبرضه حلمي فاشن ديزاينر، واي حاجه جنب التمثيل والرسم، لان انا مش هعرف اعمل حاجه غيرهم. بحبهم قوي يعني. انهي موهبه حاسه ان هي اكتر عندك شويه؟ كله زي بعض. انتي عملتي حاجه قبل كده؟ زي يعني مثلتي حاجه قبل كده؟ اه مثلت حاجات تاني. زي ايه؟ عملت مسلسل اللي هو عبد الغفور بوري. تمام. كنت طالعه بيه. ده لما كنتي معانا في دور بهيره. من غير البرنامج عملتي اي حاجه تانية؟ كنت بتدرب بقى بره يعني عادي، بس كانت اول مره امثل فعلا واتدرب بجد. كان الكاميرا كانت هي عبد الغفور. برافو. أيوه. عليكي. ومعايا رسومات تانيه كمان ممكن اوريها لك. طيب اتفضلي. الكاميرا حلوه جدا بجد، برافو عليكي. الله يخليكي.
جميلة. دي رسمة هايدي. حلو قوي هايدي، تسلم ايدك. ربنا يخليكي. واتمنى ان انت توصلي في اي موهبة انت عايزاها. يا رب. اتفضلي. طبعا اي حاجة بعملها ببقى محتاجة الرسالة اللي انا عايزة اوصلها، وبيبقى فيه هدف طبعا كبير جدا. تمام. نتعب كتير قوي طبعا، ده مش بيتشاف، بيتشاف النتيجة، ودي احسن حاجة ان احنا نوصل رسالتنا. ميرسي قوي على اي حاجة. ان شاء الله هكمل، وان شاء الله تشوفوني في حته تانية خالص ان شاء الله بالنجاح يا رب. ميرسي. تانية نفسك في ايه؟ انا نفسي اخش سياسه واقتصاد. نفسك تحققي موهبه ايه لما تكبري؟ تبقي موهبتك ايه اللي انت؟ هو انا موهبتي الرسم بس. الرسم بس. انا مامتي عايزاني اخش سياسه واقتصاد عشان ابقى حاجه كويسه فيها. لا، انت بتحبي ايه؟ انا بحب الرسم. انت بتحبي الرسم، لكن مامي عايزاكي تخشي سياسة واقتصاد، صح كده؟ طب وانتي تعرفي حاجة عن السياسة والاقتصاد ولا أنا ما عندكيش أي معلومات؟ لا، أعرف إن هي بتطلع في يعني مرتب عالية، وبتبقى حاجة كويسة، بيبقى ليكي مكان في المجتمع. بالظبط. أتمنى لك النجاح يا رب. إيلين بقى، جينا لإيلين. أنا نفسك تطلعي إيه يا إيلين؟ بس أنا أول ما بروح باخد كراسة وقلم، بعد كده برسم مامتي وبابايا وانا واخويا. بترسمي كله يعني؟ انت بتحبي ترسمي ولا بتحبي تغني؟ بحب ارسم. بتحبي ترسمي يعني، نفسك تطلعي كده ايه زي هايدي وانت كبيره بتعرفي ترسمي، صح؟ بس انا ما اعرف ارسم. بتعرفي ترسمي؟ انت شاطره، شطوره. طيب لو جاي، انا عايزه اطلع ممثله وعايزة أدرب على الاستعراض، لأن أنا بحب الاستعراض وبحب التمثيل جدا. تمام. أنهي فيهم أكتر؟ أني حاسة أن أنت تقدري تظهري فيهم أكتر. لا، الاتنين. الاتنين. تمام. عندي موهبة الرسم بس مش برسم كتير، بحب التمثيل أكتر. التمثيل أكتر. وتصوير. والتصوير. بالنجاح يا رب. هدى، أنا عايزة أطلع، عايزة أخش كلية فنون تطبيقية وأطلع موشن جرافيك ديزاينر. مرة واحدة. ربنا يحققلك اللي بتتمنيه يا رب، واشوفكم احلى اطفال في الدنيا. وانتظرونا مع الاطفال التانيين. ورجعنا لكم مع بقية ضيوفنا النهاردة. اسمك؟ اسمي رامي. رامي. رامي ايه؟ رامي محمد. رامي محمد. كم سنة يا رامي؟ 13. 13 سنة. كنت طالع في موهبة ايه؟ انا كنت الاول كنت ممثل، لكن ودلوقتي يعني بغني، دلوقتي بغني ديني وراب. يعني انت حاسس ان انت عندك موهبتين؟ اه. التمثيل والغنى. اه. صح كده؟ صح. انت كنت مشترك معانا الحلقه اللي فاتت. اه، في عبد الغفور. كنت طالع في دور سيد كوشي. سيد. كنت بترقص وايه؟ طيب وبتحب تغني يا رامي؟ هو بحب اغني الحقيقه. صح كده. يعني انت اما بتحبي تقعد مع نفسك كده بتحبي تغني ولا بتحبي تمثل؟ لما بقعد مع نفسي بحب اغني الحقيقه. بتحبي تغني؟ أوه. يعني انت موهبه الغنى؟ عشان الغنى هو اكتر اول حاجه انا اكتشفتها. اول حاجه اكتشفتها في نفسك؟ أوه. الغنى. انت بتعرف تغني؟ أوه. ولا بتقلد؟ لا، بعرف اغني. بتعرف تغني يعني انت صوتك حلو اصلا. طيب. نص نص. نص نص. طيب انت حافظ حاجه نسمعها؟ اه، انا بغني ديني وراب، حافظ اغنيه راب واغنيه ديني. طب نسمع الدين الاول بعد كده نسمع راب. اوكي. ماشي. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وهجرها يبكى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وهجرها يبكى إذا مست أيادي الله الله، وعم لوالوها كل العباد، وعم لوالوها كل العباد، وعم لوالوها كل العباد،
حبيب الله يا خير البيرة يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. برافو، انت مختار اغنية حلوة جدا. انت يالي كلنا بنحب الاغنية دي صح؟ انت اللي اتعلمتها كده مع نفسك ولا حد علمها لك ولا حد حفظها لك؟ لا انا الحقيقة عشان بحب الراب، بس انا كان نفسي ان صوتي قرب المايك عشان انا عشان بحب الراب فكان نفسي صوتي ان هو يطلع تمام، فالراب مش مخلي ان هو صوتي واضح قوي فقلت طالع قوي عشان سريع تمام، فجربت ان انا اغني حاجة غير الراب، وفي ناس قالوا لي كتير ان هو ان انا صوتي حلو فقلت لو ممكن اجرب ولو صوتي حلو اكمل. طب ليه رامي ما تمرنتش على صوتك؟ عشان الحقيقة كنت مركز على التمثيل اكتر. على التمثيل اكتر الحقيقة. لكن انت لو جاتلك فرصة ان انت تتمرن على صوتك وتغني هتختار ايه؟ هتمرن يعني. هتختار ايه، تغني ولا تمثل؟ لا الحقيقة هختار ان انا امثل. تمثل الحقيقة. طيب انت بتقولي ان انت حافظ حاجة من الراب، حافظ حاجة تاني غير الراب ولا هو دي والراب بس؟ لا هي جزء من اغنية راب، اغنية سورية من فنان اسمه مودي العربي. تمام، ده راب. ده راب. لكن غير الراب مش حافظ حاجة غير كامرون؟ لا مش حافظ حاجة غير كامرون. طيب عشان مش بشتغل قوي على نشوف. طيب الراب نشوف. سألت الكواكب سألت النجوم، أسألت التاريخ ونظرت الغيوم، لم أحلم بقاعي فقاعي مزدحم أبسطت للقمة أدلبت القيود، بنيت بناء بكامل عنائي، لم تكن أهدافي مجرد هراء، أمنت بنفسي لأنها كانت ولأنها ما زالت نسلتها، هي مستحيل لأنه زائف ليقعد قيود، تفكيرك الحاكم لماذا وما زال لكن يلي كان الخوف من غدر يكون مساوي، هل أنت طريق النجوم أن تريد الثروة، هل تستوي الحب تعشق السلطة، لا أنت مريض أنت مجنون، أنك كونت كون ليبقى مجرد إنسان، جراه الزمان لديه حياة مجرد تعيش، هي مستقيم روتين يعاد مجرد تجرد من حق الإنسان، فهذا ممنوع هذا حرام، هي كان يمكن تحلو بالمحال. هي حلوة بس سريعة قوي. ما هو الراب كده. بس يعني الكلام حتى مش واضح. يعني انت بتبقى عايز تقول الحاجة اللي قدامك يسمعها يفهمها يوصل منها لمعنى معين. صح؟ فانا شايفة ان انت ايه؟ التمثيل احلى؟ التمثيل احلى. التمثيل احلى صح؟ طب انا عارفة ان انت من الاطفال اللي فازت مع البرنامج بورشة التمثيل. تمثيل مجانية. مجانية صح كده؟ رحت ولا لسه؟ لا لسه الحقيقة. لسه ما رحتش. بس في أطفال تانية راحت. الحقيقة لسه في ناس كتير. ناوي تروح ولا هتتوقع؟ هتروح. بالنجاح يا رامي، وأتمنى لك إن أنت تنجح في الحتة اللي أنت عايزها. إن شاء الله. بس أنا رأيي ليك. التمثيل. التمثيل. التمثيل أحسن الحقيقة. ماشي يا رامي. اسمك إيه؟ يوسف عبد اللطيف. برضه كان مذاكر المره اللي فاتت. كنت معانا المره اللي فاتت صح؟ تمثيل. فعبد الغفور. عبد الغفور. كنت طالع ايه؟ دور نبيل. نبيل ياسر جلال. استاذ ياسر جلال صح؟ صح. تمام. انت كنت قلت لي وقلت لنا برضه في الحلقه ان انت عندك حاجات تانية غير التمثيل. لا هو التمثيل بس هو انا في اخر فتره اكتشفت الغنى. تمام. وانا من بدري في ورشه فنون شعبيه. ورشه فنون. لا معلش فنون شعبيه بس اتلخبطت. في فنون شعبيه. برافو عليك. يعني بتحب تعمل فنون شعبيه؟ هي فنون شعبيه بحبها. هو ممثل متنوع يعني كل متنوع. حاجه متنوع كل حاجه. تمام. طب انت حافظ حاجه النهارده تسمعها لنا؟ طيب ممكن. اوكي. انت حافظ ايه؟ مصر اطول عمر. مصر اطول عمر دي حاجه بتمثلها؟ لا هو من اللوك بمثل. تمام. اوريدي انت بتمثله دلوقتي يعني شغال فيه بتتمرن عليه وبتتدرب عليه. تتدرب عليه فين بقى؟ مع مخرج العزيز استاذ علاء مصر. استاذ علاء مصر. بروفاتنا. طيب اتفضل. يا ناس يا خل كلموني جاوبوني، هي مصر ايه؟ موميا جميله صورتها فوق كل نعش، هي مصر نار ضعضعت والنفخ فيها محال، رحت للرفعي سألته كان عاجز ولا يسمعش، لكن عينيه كانوا يحكوا لي قصص شعبية، قال لي ما تخافش
مصر بخير وعال العال، مصر يا ابن الجبرتي، مصر كل الأبطال. شوف محمد فريد أعظم وأرقى مثال، محمد فريد وجه مدور زي قرص الشهد، مليان حماسة وكياسة وجدعنة وتصميم، تسأله على ايه مصمم يسهم زي كل زعيم، ويقول الثورة 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 مهما تطلبت من جهد، انا ببني شيء صعب المنال كالفهد. يا مصر قصدي يا حطور، انت فلاحة غالية على كل حبيب، حلوة شابة أحلى من أبريق الحليب. يا مصر ابنك الجبرتي محدتش ليكي عمر، وطلع لقاكي مليانة أعوام وزعر، والترك في القلعة والمماليك حدودهم حمر، كان عمرك أكتر من 6000 سنة سنين خضر، بس الزمان يختلف زي اختلاف الناس، ناس تبني مجد وحضارة وناس بلا إحساس، وناس يا بلد تنام لما يصحى في موقف الأحداث. وارجع وأقول وارجع اقول يا مصر تنقطع كل ايد تتمد عليكي، تنهزم كل قوة طمعانة فيكي، ده انت الامان، ده انت الوجود، انت حياتي، انت الخلود. يا مصر يا غالية، يا ام الايدين السخية، يا مصر يلي عبرتي ومشية في التعمير، يلي عبرتي ومشية في التعمير. يوسف برافو برافو برافو. ميرسي. شكرا. كلماتها جميلة جدا وأدائك تحفة. ميرسي. وعرفتي توصلي الإحساس الكلمات بتاعتها بجد. لا هو مع كمونولوج، هو المخرج طرح لي عليه. تمام. أنا قريته والصراحة عجبني جدا. والكلمات حلوة قوي. أنا بحب أي حاجة وطنية لمصر لأنها بتعبر عن مصر. بتحب أي حاجة لمصر. برافو عليك. بتدي فيها اداء حلو قوي. ويا ريت ده يكون وصل طبعا للمشاهدين معانا، الاطفال اللي بتتفرج عليك، ويعرفوا ان انت بتحب مصر وحافظ لها حاجه حلوه زي دي. حافظ حاجه تانية يا يوسف؟ حافظ حاجه تانية بس مش مجمعها كلها. زي ايه؟ ماشي. يعني حافظ جزء. حافظ جزء. طيب قوله لي. ماشي. اول ما ندي القول نغني لمصر، مصر اللي ربطنا على كره القيود والأسر، وقالت لنا مهما ومهما اشتد بيك القرب، شدوا الهمم أعلوا على نول الزمان يغزي الخيوط النصر. يا مصر يا مصر يا أم الكرم والهرم والنيل، يا أم البطولة العظيمة، يمو الكفاح الطويل، يلي حميتي العرب من كل ذل وويل، يلي حميتي العرب من كل ذل وويل. انتي ابقى يا بلدنا مش خساره فيكي دمعه، بكره تطرح فيكي شجره والفروع من دمي حمرة، وانتي ابقى يا بلدنا. برافو عليك يا يوسف. برافو. انا عارفه يا يوسف ان انت لما جينا نصور ده على المسرح انت حبيت تقدمه على الهوا للمشاهدين. صح كده؟ صح. حبيت توريهم الاداء بنفسك وتوصله على الشاشه عشان كل الناس اللي متابعينا وبتتفرج علينا تشوفك وانت بتاديه. صح مظبوط كده. صح. انت مشترك في ايه بقى غير الفنون الشعبيه؟ انا مشترك في ورشه تمثيل. ورشه تمثيل تبع ايه؟ اول حاجه في مركز الجيزه الثقافي. تمام. تاني حاجة مع المخرج العظيم اللي أول مرة أشوفه الصراحة بالجمال ده كله، أستاذ أشرف فؤاد. أستاذ أشرف فؤاد. والمؤلف بتاعنا الصراحة اللي هو حتة عسلية كده سكرة والله. بيساعدوك طبعا، وهم دول اللي بيحفزوك ان انت تنمي الموهبة اللي عندك. صح كده؟ هي الورشة بتاعتها. انا والله انا اول مرة احب ورشة كده. برافو. أستاذ سراج الدين. تمام.
وورشة الفنان القدير أستاذ ممدوح صالح، والأب الروحي بقى بالنسبة لي ده أستاذ علاء مصر. أستاذ علاء مصر. وفي حاجة بقى أخيرة، ابن قصر الجيزة الثقافي، ده اللي مشترك فيه بقى في كل حاجة. ده مشترك فيه تمثيل و... وإيه تاني؟ فنون شعبية؟ وغناء وفنون شعبية وموسيقى وكله. بس إيه أكتر حاجة أنت حبيبها يا يوسف، الفنون الشعبية ولا التمثيل؟ لا التمثيل، لأن هي موهبتي واخدها من جدي ووالدتي اللي بتساعدني في المشوار ده، أشكرها طبعا. طبعا أقدم لها الشكر. بس طيب جده كان بيمثل إيه؟ لا هو جده كان في مسرح السامر، ده كان قبل ما تولد. بس كان عنده نفس الموهبه. كان بيحب التمثيل، وانا اتشرف ان انا خدتها منه وخدتها من والدتي. طبعا ومامي شغاله برضو، انا عارفه ان هي بتدرب. هي بتدرب، هي كانت بتمثل زمان بس يعني ان شاء الله هترجع. طيب هي اللي بتساعدك ان انت تقدر تعمل الحاجات دي يا يوسف؟ ولا انت بتتمرن لوحدك؟ يعني هل انت بتروح الورشه تتمرن وتيجي تطبق ده مع نفسك، ولا بخلال مساعده مامي؟ لا هو نص ده ونص ده، نص ده والنص ده. طبعا لما بتشوف حاجه مش مظبوطه بتحاول تعدلها لك وتديك الصح بتاعها، ولا مثلا شافت الاداء بتاع الجمله دي وحش يعني تقول لك خد الاداء ده. خد الاداء ده، انا شايفاها بره معاك بتراجع وعماله تقول لك لا ده كده حلو، لا ده كده مش مظبوط. لا الصراحه هي اعظم ام شفتها في حياتي. حبيبي ربنا يخليها لك يا رب. يا رب. ويا ريت كل الامهات تخلي بالها من ولادها وتشوف الموهبه ايه وتركز عليها، لان دي اكتر حاجه بتساعد الطفل فعلا انه يحقق حلمه. نفسك تطلع ايه يا يوسف لما تكبر؟ ممثل. مع شهادتي طبعا. مع شهادتك. مين الممثل القدوه بالنسبه لك؟ الفنان الكبير استاذ محمد صبحي. استاذ محمد صبحي طبعا ممثل قدير، واي حد يحب ان هو يطلع زيه. لا ده مدرسه اساسا، مدرسه تمثيل. تمام. مين الممثله اللي بالنسبه لك برضو بتبقى كويسه وتمثيلها كويس؟ من الجيل ده ولا الجيل القديم؟ القديم والجديد. سعاد حسني. سعاد حسني. ودلوقتي دنيا سمير غانم. جميله دنيا سمير غانم. برافو عليك يا يوسف، اتمنى لك يا رب تطلع زي ما انت عايز. رامي ارجع لك تاني. ما سالتش بقى يا رامي، نفسك تطلع ايه؟ انا نفسي اطلع ممثل. صح كده. بتحبي مين في الممثلين؟ انا بحب عادل امام. عادل امام اكتر ممثل بحبه. الزعيم. مش صعب عليك ده شويه؟ هو صعب عليا بس انا بحبه برضه. بتحبه؟ بحبه. بتحب افلام ايه ليه؟ حبيت مسرحيه مدرسه المشاغبين. جميله، كلنا بنحبها. وحبيت افلام ليه كتير، وسلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي، هي دي اكتر فيلم ومسرحيه انا حبيتهم ليه. تمام. وفي المسلسلات الجديده كان حبيت عفاريت عدلي علام. عفاريت عدلي علام اكتر فيلم مسلسل حبيته في المسلسلات. بتحبي مين الممثلات؟ الممثلات مفيش ممثله والله. ليه ده في كتير. يعني عندك يوسف اهو، قال الفنانه سعاد حسني. مين دلوقتي مين فينا كلنا جيل قديم او جديد مش بيحب الفنانه سعاد حسني؟ لا الفنانه بتحبها. مش قوي. اتمنى لكم النجاح، وبشكركم جدا ان انتوا ضيوف الحلقه اللي فاتت والحلقه ديت، ويا رب اشوفكم احلى نجوم محققين اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. وبشكر المشاهدين ومتابعين البرنامج، ويا رب كل اطفالكم تشارك معانا، واستنونا كل يوم سبت في نفس الميعاد الساعة 3 مباشرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم.